جانب ميدل هازارد يستعيد الانصاري يمين خطيرة لمصلحة سيزار بيدرو الكرة لمصلحة تشيلسي في الجهة اليمنى بيدرو ليز بالكويتا تحرك لهازارد قوية يا ولد الله ما أروعك الله ما أروعك هازارد الهجمة تحلو عندما تكون من قدم هازارد شوفها مرة أخرى تحرك في المساحة الفارغة وتسديدة قوية وفي شباك المان سيتي أول هدف وينك يا بايرو اللقب يريد تشيلسي يا جماعة يريد أن يؤكد في هذه الليلة على اليسار دي بروين من أجل اختراق الدفاع أغويرو يحاول أغويرو محاصر شوف اللون الأزرق الطاغي في مناطق البلوس تسديدة قوية ولكن كورتوا لن يقدم الكثير لذلك هو الآخر من بين المرشحين لترك النادي كرة لفرناندينو سالفاز مع أغويرو أغويرو مر أغويرو بكرة لكن عند حال الأندية اللي تملك شخصية قوية وقدرة على المنافسة خاطئة إلى سيلفا فرصة لساتي دافيد سيلفا يلعب كرة كان الخطأ في الزمان الخطأ لدافيد سيلفا شوفها في المباراة رقم 100 يرتكب هفوة قاتلة سيلفا اللي لعب كرة عادت من كورتوا ولكن تجد الهداف أغويرو بالتخصص في مرمى تشيلسي بالتخصص في مرمى البلوز يتمكن من إدراك التعادل بعد هدي أولي بالذات في هدف مع سيتي سيلفا مشروع مرتدة خطيرة صانية تحرك وفرصة وانفراد مر وصانية عدى لكن هضعت المباراة الثنائية أمام مان سيتي لهازارد في ليلة كبيرة وصعبة في ستامفورد بريدج أمام كابايرو والمان سيتي تحت الضغط هازارد على ضربتين وفعل هازارد هدف ثاني للبلوز من علامة الجزاء هدف ثاني لتشيلسي في هذه الليلة وهازارد يواصل التألق يواصل الامتاع يواصل الإبداع في هذه المباراة دائما كومباني في التواجد في مناطق البلوز أثناء الركنيات كرة عرضية بالرأس لكنها سهلة عند كورتوا اللاعب القادم ربما في الدقائق القليلة القادمة لسيتي إذا استمرت الأمور على حالها هازارد يلعب كرة باتجاه بيدرو عدى بيدرو يلعب كرة لكنها عند كابا